أذهب مباشرة إلى القدس المحتلة مع مراسلة القاهرة الإخبارية هناك الزميلة دانا أبو شمسية. دانا، حتى الآن الموقف الإسرائيلي يبدو متشددا فيما يخص الموافقة على اتفاق التهدئة والهدنة، هذا ما نقلته صحيفة الهارتس ونقلته القناة 13 الإسرائيلية القريبة من الجيش الإسرائيلي. إذن هل يؤمل أن يتغير الموقف بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية بعد قليل؟ بالفعل أحمد، وكافة هذه التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية إن دلت على شيء فإنها تدل على أن هنالك لربما سيكون رفض إسرائيلي. نحن لا نتنبأ في الغيب ولا نريد إحباط الشعب الفلسطيني وخاصة هنا في قطاع غزة الذي ينتظر إعلان هذه الهدنة ووقف إطلاق النار، ولكن القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه، كانت قد نقلت بأن نتنياهو كان قد أبلغ بلينكن خلال اللقاء معه قبل قليل بأنه لن يكون هنالك وقف لإطلاق النار قبل إتمام القضاء على قادة حركة حماس واستمرار العمليات العسكرية هناك. كذلك واينت كانت قد نقلت أيضا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله بأنه سيكون هنالك طلب إسرائيلي من الوساطات المصرية والقطرية أو حتى جميع الدول التي يعني هي متداخلة في إطلاق هذه المبادرة، سيطلب منها إسرائيليا إعادة النظر في هذه البنود التي قدمتها حماس وبأن تقدم حركة حماس مقترح جديد لهذه الهدنة. في المقابل كان بلينكين قد قال بأنه أعرب عن قلقه ونقل هذا قلق واشنطن إلى بنيامين نتنياهو وإلى يوآف جالانت خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإسرائيلي وتحرك الآليات العسكرية في منطقة رفح، كون هنالك ما يزيد على 1,000,000 نازح فلسطيني من شمال ووسط القطاع كانوا قد وصلوا إلى رفح، والجيش الإسرائيلي لربما مصمم من خلال العديد من التصريحات لساسته الأمنيين والسياسيين والعسكريين بأن هنالك سيكون انتقال للمرحلة القادمة. في ظل هذا اللقاء دعنا نقول بأن وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لقاء مطول وبأنه معمق، وكان هنالك العديد من الساسة الإسرائيليين بحضور هذا الاجتماع على رأسهم رئيس الموساد، رئيس الشباك، وزير الشؤون الاستراتيجية، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي من الجانب الإسرائيلي عدا عن يوآف جالانت والعديد، كذلك كان هنالك مشاركين آخرين من الجانب الأمريكي. كان هنالك على جدولة أعمال بلينكين الحديث عن إطار تفاهمي في نهايات مباحثات باريس وخاصة الوصول إلى حل يرضي الأطراف فيما يتعلق في وقف إطلاق النار الجزئي للوصول إلى وقف إطلاق نار كلي. ومن المتوقع أن يكون اليوم في تمام الساعة 7:30 مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الترجيحات الإسرائيلية تقول أنه لربما هذا المؤتمر سيأتي في الجديد فيما يتعلق في الموقف الإسرائيلي الرسمي اتجاه هذه المبادرة، ويعقب أيضا مؤتمر صحفي لبلينكين أثناء عودته إلى تل أبيب في تمام الساعة 8:30 للحديث عما تواصل إليه. هذان المؤتمران الصحفيان المنفصلان لبلينكين ونتنياهو هل يؤشر ربما إلى زيارة شقة خلاف بين الطرفين أم أن هناك تنسيقا ما، يعني الكلام عن ضغط بلينكين على تل أبيب لأن تقبل باتفاق الهدنة بشكل أو بآخر، وفي المقابل تطمينات إسرائيلية لبلينكين أن العمليات العسكرية المزمعة في رفح جنوب قطاع غزة لن تؤثر بشكل كبير أو لن تؤذي المدنيين كما قالت تل أبيب وطمأنت واشنطن في وجود بلينكين، فكيف نفهم هذه المتضادات جميعا؟ نعم، بالفعل هنالك أمر لافت هو أن مؤتمر بلينكين سيكون بعد زيارته ولقائه برؤساء ويعني ساسة فلسطينيين ومن ثم العودة إلى تل أبيب. لم يكن هنالك مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة بينه وبين بنيامين نتنياهو وبينه وبين الرئيس الإسرائيلي. لربما هذا يؤشر بأن بلينكين سيركز في حديثه على عديد من النقاط وليس على النقاط التي تريدها إسرائيل للحديث عنها، ولهذا تفرد نتنياهو في إعلان المؤتمر الصحفي. كنت أقول بأن الترجيحات الإسرائيلية تقول أنه لربما هذا المؤتمر يحمل في طياته يعني التوجه الإسرائيلي الرسمي، خاصة أن نتنياهو هو الوحيد الذي له الكلمة العليا كونه يمثل المستوى السياسي رفيع المستوى في إسرائيل لإعلان قبول إسرائيل لهذه الهدنة أو لهذا الإطار التفاهمي أو حتى لعدم القبول. لذلك بلينكين سيركز في حديثه وفق جدول الأعمال إلى العديد من النقاط وليس فقط إطار التهدئة والهدنة ووقف إطلاق النار، سيتحدث عن المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولربما تواصلت إدارة واشنطن خلال هذه اللقاءات إلى معدل سماح دخول الشاحنات والإغاثات الإنسانية، سيتحدث أيضا سياسيا
والمنظور الأمريكي اتجاه قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وهذا أهم ما حمل وناقش أيضا مع المستوى السياسي الإسرائيلي، هو أنه يجب أن يكون هنالك مقترح إسرائيلي يقدم لإدارة واشنطن لليوم التالي للحرب، وهذا معضل يعني الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق في إدارة قطاع غزة. نتنياهو يريد شيء والإدارة الأمريكية تريد شيء آخر. كذلك الحال في الحديث عن العديد من النقاط فيما يتعلق فيما يريده الفلسطيني، لذلك ذهب بلينكين إلى الجانب الفلسطيني ومن ثم يعود سيلخص مجمل هذه الزيارات سواء للأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس وتل أبيب أو حتى إلى رام الله. يعني كان من المتوقع كما ذكرنا هنالك أن يكون حسب طلب بلينكين لقاء برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ولكن مكتب الرئاسة الوزراء الإسرائيلي كان قد رفض ذلك وقال بأنه من غير الممكن أن يكون هنالك لقاء بين مستوى سياسي يمثله بلينكين وبين مستوى عسكري يمثله هرتسي هليبي. نعم. وهذا يعمق الخلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل. وكان قد طلب أو إسرائيل هيوم كانت قد نقلت بأنه كان يطالب في لقاء في أربع عيون، أي أن بلينكين وهرتسي هليبي لوحدهم، ولكن نتنياهو قال ورفض هذا اللقاء وقال بأنه سيجتمع يعني للحديث وإطلاع بلينكين عن كل هذه التفاصيل. زميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، شكرا لك، وفي انتظار هذين المؤتمرين الصحفيين، شكرا لك.